أدعو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بصفتها الهيئة الوصية إلى وضع رزنامة زمنية لا يجب أن تتعدى 12 شهر لتطبيق مخرجات الورشات نظراً لأهمية التوصيات ونجاعتها في إعطاء الانطلاقة الحقيقية للقطاع الفلاحي والغابي، وهذا بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، قطاع المالية والتجارة وقطاع الموارد المائية والصيد البحري وكذا قطاع الصناعة. فهذه الرزنامة إن شاء الله سوف تناقش على مستوى اجتماعي الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء لتقييم السامي للسيد رئيس الجمهورية، وحتى لا تبقى من هنا فصاعدا هذه التوصيات في الأدراج.